نرحب برشا، نرحب برشا. برافو 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 برافو. نرحب برشا بابيل العيادي، عازف المزود واستاذ تعليم زاد يقري على آلة المزود ويدرس آلة المزود. امين العيادي، فرحانين برشا باستقبالك. امين، وانا فرحان برشا بوجودي بحداكم. برافو العيادي. نحب نذكر انو امين درس في الرشيديه، امين انتج كليب اسمه سرحه، ايضا يشتغل حاليا على طباعة التونسي وعلى مشروع طباعة التونسي، وايضا عنده مشروع مهم اسمه مشروع الربي خيه. الربي خيه، وهو ايضا يدرس ماده المزود. ايه امين، جايبك الاختصاص، ايش عجبك فيه الاختصاص هذا؟ الاختصاص يعني حاجه مش موجوده ساعه. ايوه انا دوب ما بديت في الغرام تاع المزود حبيت نقرا مزود. هو فما سيدي صابر الكونسرفاتوار تاع سيدي صابر الفنون الشعبيه، وقت مشيت غاديك على اساس يعني موجود المزود. أيوة. فهمت. أيوة. وهو وقتها مش موجود. ايوه بقيت انا نتعلم يعني في المزود في حومتي في حياه الضامن، على يعني عازفين مزود غاديك كبار يعني كل شيء. تحيه لديت حومتي حياه الضامن. ومن بعد بقيت مشيت يعني نقرا في قريت كونسرفاتوار، قريت في الرشيديه، بقيت نتعلم في الناي يعني بحكم هكا حسيت يعني سوابع هكا واقرب للمزود وكذا. فهمت. لا اله الا الله. وبدت الفكره في راسي تدور يعني علاش ليه المزود هذا ما تصير يعني علاش ليه مش موجود ميثود نتاع مزود، يعني طريقه نتاع نعلموا بها المزود. وبديت نخدم عليها تو يعني اكثر من 5 سنين. واليوم فما تلامذه يقبلوا على تعلم المزود. انا كنت نقري تو قصيت الحق نتاع ربي، فهمت. كنت قريت يعني عملت كلاس فيها 10 تلامذه. في يعني في منهم في كونسرفاتوار، في كونسرفاتوار وقت نتاع مقدد سيلي. تحيه اخونا مقدد سيلي. صح. أنجب واحد فيهم، هما الكل يعطيهم صحة، فيهم واحد جاء حتى المز ما يعرفش يشدوا. أيوب يعني في ظرف 3 4 شهور نصلي يعني بي يعني تو يعني محترف كل شيء. أيوب ومين أنت، شفناك وشفنا بعض التسجيلات الخاصة بيك على اليوتيوب، دارت مليح كذا في استعمالات آلة المزود، وأنك تحب تدخله في دوت الريبرتوار، معناها كيما غنيت المايكل جاكسون ظهر لي. مايكل جاكسون ظهر لي كيما الايامات هذيا زار تونس في 7 اكتوبر 96. سمعنا تراه مايكل. ومعك محمد امين بو عزيز، دمينو دمينو يرافقك في حكايه المايكل زاده. مايكل زاده ينجم فيه زاده، ينجم مايكل بالبندير والمزود. انا ما سيدي خلينا نسمع مايكل جاكسون. يلا امين العيادي. تعبناه واقف كذا عب ستار، عمل مشاكل مع المصريين في الاذاعه باش يزيد يعاودها في التلفزه، وقال ام كلثوم ما يحملهاش. هاي يا سيدي ام كلثوم تجيب المزود ولا؟ هاي سمعنا اخويا، هاي سمعني الست. La 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 la
كان جات ام كلثوم تونسيه. اي اسمع كيفاش كان جات ام كلثوم تونسيه شتولي صباح بصباح تونسي شتولي ترى. اي يا دي صحه دميلو ميرسي بوكو هات محدانا باش نسحقوك بعد في اغنيه مواليه يعطيك صحه امين ضلك ترتاح شويه خلينا نمشيو للفقره تعرفش حكايتها بعد ما رحبنا بيك توا خل باش نرجعوا زاده على اسطوره من اساطير الفن سينما اغناء برشا حاجات كيما الحلقه اللي فاتت سالنا على حسيبه رشدي على حسيبه رشدي باش نتسالوا ايضا على السندريلا سندريلا الشاشه العربيه سعاد حسني في تعرفش حكايتها. هل كان انتحارا؟ ولنفس السبب بنفس الطريقه ولنفس السبب وقت اللي سمعوا كما اشرف مروان كما وقت اللي سمعوا بهم شكت بالمذكرات نتاعهم. اه يعني انت الخيط الرابط تشوف فيه غفران بين جميع هذوما كما الليثي مدير الحرس الرئاسي وقت السادات وقف مع السادات وقت محاولات الانقلاب عام 71 مراكز القوى مدير مكتب المشير عامر يعني كلهم كانوا بشكل مذكراتهم اي كانوا كلهم تقريبا يعني انا بقول الفكره اللي عندي ما اشرف مروان وسعاد حسني الزوز كانوا باش يكتبوا المذكرات نتاعهم يعني وقتلوا يعني سويت خرج الاخبار مش قصه نفسيه عماد سعاد حسني الجميله جميلات الشاشه يعني في الاخر ما استوعبتش انها تكبر كي شافت روحها في المرايه بك العقاقير وبك الواحد فكان قرار الانتحار انها تغادر الدنيا كيما مارلين مونرو كيما داليدا كيما علاش ما غادرتوش وقت اللي اول ما بدات تسمن واول ما بدات تفقد سناها ولكن هي وقت اللي ماتت هي ديجا قدمت برشا في الرحله العلاجيه نتاعها يعني علاش ما قامتش به الانتحار ما قامتش به من الاول يعني وقت هما كي درسوا هبوط طيحانها ثم ثغر معناها حسوا المحللين نتاع الكيفيه نتاع تيحانه انها تستحيل انها تكون رميت روحها لان ثم مقاومه وقت اللي طاحت ثم ثغر حسوا بحاجه حديد يعطيك الصحه ثم ثغر وهنا والله احلتني الحاجه القصه الحكايه نتاع قارئه الفنجان أيوة. وعبد الحليم حافظ وهل ان تعاملت على سعاد حسني احلتني لانه وش نقول لك ثم 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 هي راي المقطع تزوجت اللي يكون فيه عبد الحليم انا هو اشتقت الى في القصر حبيبه قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود من يدخل حجرتها من يطلب يده من يد من سور حديقتها يا ولدي من حاول فك ضفائرها يا ولدي انت تمشي في التأويل كلاب ووحوش تبدلت تمشي في تأويل صفوة الشريف والمخابرات المصرية شوف وانه جندت سعاد حسني وانه قصه الحب بينها وبين عبد الحليم فزدت شوف فزدت على خاطر المخابرات ما حبيتهاش تواصل القصه هذه فعبد الحليم غنى تو انت ايقظت فيا برشا تساؤلات الحقيقه تو انك ربطت بين قارئة فنجان وربطت الحكايه نتاع ثم لوف ستوري راهي وقعت بين عبد الحليم حافظ وام وهي وسعاد حسني 59 تزوج بها وطلقها 65 لا بشويه بشويه خلينا نحكي لا اجي نقول لك ثم صحفيين شاهدين على الشيء هذا بلا اجي نقول لك اعطوني فرصه اعطوني فرصه بعد كل واحد اجي نقول لك ثم صحفيين شاهدين على الزواج هذا وثم شكون قال عندي وثائق يثبت لك الزواج هذا زواج عرفي كان ما بيناتهم لكن حتى حد شعلنا في الزواج يفك علينا بدلوه الموضوع لكن ثم لوف ستوري ثم علاقه حب قالها حليم وذكرها حليم اما انا شوف نبدلوا بالليل خاطر نحب الموسيقى انا مضروب فيها برشا ونحبها برشا سعاد حسني مرتك تتفرج ما خليه تتفرج ما يسالش نتذكر فما اخر ما عملت هي اخر ما عملت فوازير هي وهو عملتها مع احمد زكي عاد شي يقول لها ما تنكريش ان الطاووس اجمل من الطاووس هي تقول له العريس اجمل هي من العروس هي تقول له ناقص يقول ان العريس اجمل من العروسه يلا هي اسمعني ما يسالش راهو شفت القضيه هذه راهو اسالت برشا حبر وديز انترفيو وحتى لتوا ما خرج حتى شيء اجهزه تقول
أكيد هو المصريين يقول لك قتلت والبعض يقول انتحرت، مش هذا موضوع. أنا حسب رأيي أنه هذه الأيقونة هالأسطورة هذه من باب أولى أن نشوفوا التاريخ اللي عندها طيلة السنوات هذه الكل باش ولات يكون كيف ما هكا تاريخها الفني وبداياتها وعلاقاتها بصلاح جاهين، علاقاتها بالشيخ إمام، بالفجوم يا أحمد فؤاد نجم، طبعا بعلي بدرخان، بعواد ماهر عواد، هذا هو اللي يهم في تاريخ سعاد حسني أكثر من أني نقعد وتويكا نحكي زعمة 6 متر وتحت البالكون وإلا دزوها ولا صفوة الشريف حطوا. احنا لنا هنا لنا سيونس كريمينال ولنا مركز بتاع مخابرات ولا حتى شيء، وذي خليها لمجالاتنا. سعاد حسني هذه المرأة السندريلا طبعا هذه المرأة الأسطورة باش نقول السندريلا، ما قراتش زادة، وهذه ذكرتني بحسيبة رشدي، ما قراتش، ما دخلتش للمدرسة، وحتى تم اكتشافها 3 سنين انه بوها كان رسام وكانت مغرومة معاه، وكان معناتها رسام من اصول شامية من اصول سورية، لكن امها مصرية، امها مصرية بطبيعة الحال، وكان بعد دخلت وتم اكتشافها بشوي بشوي بعد ولات هي نقول نحن البيليه نتاع اعياد شم النسيم في مصر. الحاجة اللي تجلب الانتباه انه فما ناس علمتها، كان ابراهيم سعفان ممثل مصري مغمور هو، لكن اللي يتبع ينجم يعرفه كالقصير هذاك اللي شعره ابيض، اي، واللي علمتها الالقاء انعام سلوسه، نعرفه انعام سلوسه طبعا صحيح. ومن بعد بشويه بشويه ولات دخلت لعالم السينما، سينما الاستعراض والفانتازيا. تو ربما احنا في السياق الحديث كل مره نتبادلوا، لكن هذا اللي يهمني انا في حياه سندريلا الشاشه العربيه. اجي اقول لك باش اقول حاجه بالله، ما تعرفش تعرف باش تعرف هي شكوني، باش تعرف هي شكوني، هي عمرها 17 سنه اول ما مثلت اش خدمت، ما قراتش، خدمت هاملت مع محمود الخميني، اول ما خدمت هاملت. انا مش تحدث على حاجه انه كيفاش عبد الحليم بعد ما التقى بصفوة الشريف انه تغير موقفه 380 درجه وتخلى عليها. تخلى عليها يعني تخلى. انت متاكد تخلى عليها المخابرات معناها المخابرات هذا ما لا شك فيه، لانه اكبر من عبد الحليم، لانه صالح نصر في ذلك الزمان يحكم باحكامه، لانه عملوا ما يسمى الاستخبارات الكنترول، ان الكنترول قاعد شو ما يدخلوا هو واحد ما تعرفت كيفاش بدات حكايتها، تعرفت على رجل منتج فرنسي عملت معه، خلوه بلجي، عملت اشياء معناتها مخله بالاخلاق، معناتها جاء عبد الحليم مخابرات للتسجيلات، للتسجيلات وضغطوا عليه ورقه ضغط كبيره برشا، ولكن وقت جات التعليمات انه سعاد حسني تكون معناتها مدججه ومدجنه يعني وعميله بامتياز على، هي رفضت وكانت تكره صفوه شريف ما تصورش بالها. حاجه اهم من هذا الكل، على شيء ما يمكنش باش تكون انتحرت هذه المراه، هذه الايقونه، إن كانت عزيزة النفس بدرجة كبيرة جدا، فما شكون عرض عليها أموال طائلة من أجل معالجتها، قالت لا. عندما أمضت وثيقة مع صحفي تخلى عليها أيضا وقدم لها 3 يعني سوايع ونص تسجيلاتها إلى صفوة الشريف وقللها، معناته مقابل أن يكون هو رئيس مكتب التحرير أو رئيس تحرير جريدة كبيرة جدا في مصر. أنا نسيت وتعدى عليه. الغريب في الأمر لحاجة صعبة، معناته صعبة جدا المعادلة، ما يمكنش الإنسان باش يتقبلها، هو أنه كيفاش أمضت مع قنوات فضائية معناته بثمن باهظ جدا، نهارة الأمضت علشان من أجل أن تسجل يعني 3 سوايع ونصف الساعة، امضت في نفس الوقت يعني شهاده وفاه. بالنسبه لسعاد حسني ورجوع لسعاد حسني، مثلت فيلم خلي بالك من زوزو، اثار برشا حديث بالنقاد، العباد شافوا الاسم خلي بالك من زوزو اعتبروه ميوعه واعتبروه حكايات، لكن تبين فيما بعد ان لهذا الفيلم ايضا دور في نفس عالم جو المخابرات، المخابرات المصريه عشيه حرب 73 عملته في اطار خطه التضليل الاستراتيجي، ان مصر مرتخيه، مصر لهين في حياة الغنية، لهين في الأغنية، لهين في الجو، لهين في لالني، وأن مصر لن تحارب. خلينا نشوفوا لقطات من خلي بالك من زوزو. هذه لقطة من خلي بالك من زوزو. أما تحب تعلق عليها؟ اي، خاطر الفيلم هذا حكايته كبيره، راهو حكايته كبيره من بدايته، وفيلم صالح جاهين عملوا، وصالح جاهين كلي عليه برشا ضرب الفيلم هذا، لانه بالفعل حتى الراي العام وقتها قالوا كيفاش صالح جاهين شاعر
الثورة ويهبط يعمل يا واد يا تقيل خاطر غنيت فيها يا أغنية هكا فانتاستيك هي هي وحسين فهمي صح؟ أي بالضبط. هما معناها قالوا لهم شوفوا الفيلم قبل حتى تقريبا أحبط شوية من ردة الفعل لكن بعد ما شافوا الفيلم. الحاجة الثانية اللي فيه من إخراج حسن إمام لو غران حسن الإمام الفيلم هذا رغم أنه اعتبروه من أكثر الأفلام هكا سقوطا بالنسبة لسعاد حسني إلا أنه كما قلت أنت قبيلة وأنت تعرف صحيح فما أكل متاع نحن مانيش باش نحاربوا وكل فترة متاع التمويل الاستراتيجي لكن في وسط الفيلم يعتبر من أكثر الأفلام تقدمات وقتها في افكار تقدميه جريب. وكانوا يقولوا انها استشرافيه حتى وخاصه المشهد اللي يغنيوا فيه في مدارج كليه الاداب في القاهره وهي تغني سعاد حسني مع الطلبه وكان معاهم ممثل انا يعجبني برشا يشبه العقيد معمل القذيفي ما تعرف سموح اسماعيل والله يشبه برشا العقيد معمل القذيفي اي هما داخلين يصوروا داخل صلاح جاهين فما طالب قال كيفاش نحب نمشي يعمل لي اوتوغراف لكن في نفس الوقت هكا انتهاك حرمه الجامعه وسعاد حسني تنقز وكومبارس وفما واحد طالب دز الكاميرا كابتن محي اسماعيل قال الطالب هذا خزر صلاح جهيد قال له نحب نلعب دوره هذاك يا سيدي بالفعل من الطلبه وقت التيار السلفي الفكر المتزفر الجهادي كي قعد باش يمثل كان لابس شميز عاديه مشى سكرها وحده والاخر يقول حتخرجوا كيفاش قال هو قال جميعا ولا حاجه كيما هكا محي اسماعيل بدلها قال جمعاء معناها بك الصوت الخشين بهذاك اي فالفيلم هذاك حمل الافكار استشرافيه من بعد الصراع اللي صار وثانيا الجانب السياسي وثالثا طبعا الجانب الفانتاستيك اللي شفنا فيه اللي ظهرت فيه سعاد حسني ورابعا علاقتها بصلاح جاهين نشوفوها علاش بيه صلاح جاهين فما صلاح جاهين هو وياها معناها ما نقولكش تسبوا لكن الخلاف ما بين الشيخ امام ما بين احمد فؤاد نجم كان بسبب اغنيه دولامين دولامين برشا عباد ما يعرفوش الاغنيه دولامين اللي هي بتاع الشيخ امام وهي بتاع صلاح جاهين لكن تعملت سعاد حسني غنيتها تعرف الحن شكون هذيك مالها كمال الطويل كمال الطويل ما لحن كان كمال طويل اعطيني دولامين ودولامين لحن لها كمال طويل بعدين بقى انا معناها بالنسبه لسعاد حسني حسب رايي هي تمشي في وجودها في معناها في 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 تاريخ الفن المصري هي سلسله سبقوها برشا اللي كانوا في المخابرات ثم برشا فنانات بما فيهم اللي مثلت امها سيده تحيه كاريوكا كانت في وقت ما في المخابرات وبالتالي معناها التجنيد للفنانين المصاروة للمخابرات ولا دخلينهم في المخابرات ومبعدش أنهم يتخلوا عليهم نعطي مثال عمر خرشيد مقتل عمر خرشيد شنو حكايته علاش تقتل عمر خرشيد وعلاش عينين عمر خرشيد وعلاش العزاء نتاعو متقبل كان بعد وفاة هنا معنا برد بعد 30 سنة تقبل العزاء نتاعو علاش عمر خرشيد على خاطر عمر خرشيد لما حملت قتله الى وزير مصري والحكومه المصريه ما حبتش تعمل محاكمه عادي عمر البيانات خرجت عكس ذلك راهو اذاك علاش يا اخته قالت لك اخيرا نحن نجموا نعملوا العزاء على خاطر اكتشفنا شريهان خرشيد على اساس الاتهامات كانت موجهه لشكون؟ صفو شريف قال هو انه هو امر بحبسه ولو حمل صحيح لا بري توكي صالح نصر صفو شريف يعني تو التاريخ نحن ما نجموش نتهموا برأوه هو ما عليه ولذا معناها هي حبيت نقول مش هذا انه فما مجموعه كبيره من الفنانين وقع تجنيدهم لاسباب كثيره اسباب اختيارهم والا هما لاسباب اسباب انه جبروهم على علاش اما هذا الكل يدز التالي على خاطر ديما النهايات هي نهايتهم للمؤسفه فهمت تحيه كاريوكا كانت نهايتها لاباس معناها على كل حال اما كان اغلبهم نهايته مؤسفه واما اللي مفيد هنا هي دراسه كيفاش وصلت باش ولات سندريلا كما قالت نهار في انترفيو السيده مريم فخر الدين هالالقاب هذه راهي ما تعطاش هكاك
ينتزعها ولا وان كان هي كانت تعرض لقب سيدة الشاشة العربية. مالي فخر الدين عدوانية برشا راهي. لا لا اسمع ضربة فاتن اللي تحكي معاها تقول لك انا كلها امرأة. اي شخصيتها عدائية. علاش علاش الشخصية هذه خذتها البهر الجزائري الكل؟ رغم اللي هي راهي في الدنيا كانت راها مش جميلة معناها حتى طرف عادية جدا. خلي خلي عبسة طريق عادية جدا. عادية جدا عادية جدا شلا غال قلب في الدنيا كي تشوفها صيرة صيرة دخللها سي عبسة طريق خلي شوف ما مش نحكي لك. لا 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 ما تقولش عليها أول حاجة ما تقولش عليها عمي ما حملش ما حملش في السنة. ليه مش معناها كي تقارن كي تقارن مثلا نعطي نعطي مقارنة ماهيش ماهيش فنانات أخرين عادية أزيد منها ليلى طاهر أزيد منها مريم فخر الدين مريم فخر الدين ليلى طاهر ليلى مراد يهربوا بها هروب لكن كانت قصيرة في القامة لطيفة وكهو لكن كان عنده حضور رأي المرأة هذية ما تتخيلوش قديش كان عنده حضور وذكاء حضور من ناحية دافع ما عندها حاثة مع فنان من الفنانين مخرج معناها مش ما يعرفهاش وهي مشيت مع اللي مش قدم في أوائلها قالوا لو يعرفها في السينما ما يعرفهاش من ولا وهي معاه قالوا يحكي عليها وهي حاضرة ومش عارفة اللي هي معنى التلمو اللي ماهيش نفس الشخص لكن كانت عندها ذكاء كبير وهذا بالنسبة لنا اللي يلزم يتدرس نشوفوا هالمرأة هذية كيفاش نجم توصل بفنها تفرض وجودها وتعمل هيلة حول طاقة فرح طاقة أنور وجدي هذا مش بشي بعدوه بشي بعدوه مش 5000 كما يقولوا لي توا بشي بعدوه 20000 كيلومتر على مصر أم كلثوم خايبة أنور وجدي معقد سعاد حسني كذا أبا باش نسألك سؤال خليني نسأل اسمع اسمع مشينا نحكي جاي لك الشاي خليني الأسئلة الكل حكيناهم على سعاد حسني وعلى شنو وأنا نعرفك خبير بكواليس فنانات تونس سيدي عبد الستار شكون فيهم اللي يخدم مع الأجهزة؟ في الأجهزة لا التونسية طبعا قلت في الأجهزة التونسية في الأجهزة لا لا حتى التونسية يزيد لا لا. خدمة قبل وقت في وقت وقت الوقت الاستعمار زوز خدموا لصالح 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 المقاومة التونسية سيدة شافية رجلي سيدة فتحية خير شافية هذوما الاثنين إلا شافية باعتبار أنها كانت كلمة لا ترد فكانت الحافلة نتاعها تهز فيها المناشير وكذا لأنه ما ينجموش الحافلة اللي تهز فيها الفنانين نتاعها ما كانوش ينجموا يفركسوها وسيدة فتحية خيري لقربها من النظام من المنظمين مع زوزها شي فتحي زهير فكانت الأخبار تاخذها وفي الأفراح وكل شيء تتقابل مع ناس معينين تعطيهم الأخبار هذه أما أنه بيعوا نعم أنت راك باش تعمل لي مناظرة مع المزود بالواحد نار هو يتكلم وأنت ترد عليه مش أقول حاجة شوف عندنا شهادة نحن علي بن عياد حكى عليها لأنه مثل معها فيلم علي بن عياد مثل مع سعاد حسني مثل معها فيلم وحكى عليها بالقدية قال المرأة الساحرة ثاني حاجة تعرف اش خذيت هي عاملة 91 فيلم الساعة وتعرف اش ماخذة هي في ألفية مصر عام 96 ماخذة ثانية ممثلة في قرن العشرين بالنسبة للمصريين لا بس سمحت يا سي لا 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 شغلك إلى الموسيقى إلى الموسيقى جبت أغراضي يا سامع الشعر أنت القاضي الله قول الحق وجل مراضي والحق يصعب على حرر دسانة على سعاد حسني لو كان ماكش راضي نبطل الشعر ونغم توزان الله 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 إذا مش مش بطل كيفاش حس على سعاد حسني وما تعديش بينه وبينه طبعا طبعا بينه وبينه إن شاء الله مرة جاية بينه وبينه والعركة وكذا طبعا باش نرجع للمزود اللي هو الاختتام في مناظرة موسيقية بين ناي عماد الزرقاء ومزود أمين العيادي اسمع هو يرد عليك على الاول ترى اعطيني اسمعني لا انت تبقى نتاعك ها يمين ها يمين ترجع بحذايا ما يسالش هيا لعل ترافقهم انت ساعه اسمعني اسمعني توا تعرف شنو حاجتي توا حاجتي قريش على بعد ابار بدر توا كل ليله هذيك بتاع الحرب ولا ما نحاربوش هذيك كان مزود في الرساله وقت وقت العسكرت عسكرت النبي مزود مزود صحيح مزود فزاني صحيح امين يختلف فزان خلنا نسال بربي يا سي الهادي يختلف المزود الليبي الفزان الليبي على المزود التونسي يختلف بيان سور اسمعني المزود هذيك اللي في الرساله لا 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 الوقت يستناه هذاك مزود ليبي يقولوا جابونا عتبه اصيبوها براسي جابونا عتبه اسمعني بابي نسال الموسيقيين شنو الفرق بين هذا وما بين الكورنوموز نتاع ليزيكوسي في انجلترا هما بيدهم راهم نفس الشيء هما بيد اسمعني باش نقول لكم حاجه تبهتكم هو اله هو اله روما روما اله روما اله حضاره روما هذاك علاش تخلينا من ليبيا
بيان كو هو موجود عندنا في تونس. مزود اي مزود الجيش الروماني. هو الجيش الروماني. قالت الجيش الروماني. روماني ما هو الحضاره الرومانيه. يعني توا الارستقراطيه اللي تتعالى على المزود شنو ما تعرف ان المزود روماني. هو ديفيني اسكت روما. ديفيني هو. اه يا سيدي. تعالى على الاله حرام عليك. هو باش يبدا ثم تردها عليه ان استطعت. اي يلا. تعتبره روح الشعب كما الرومانتيقيه الالمانيه كما روح الشعب الالماني. المزود هو روح الشعب التونسي. ان هي اكثر نغمه امين لاحظت بخبرتك انت كانها تخاطب الجسد في تونس قوم اشتح وحدك. ان هي اكثر نغمه اعطيني توا تهب للتوانسه حيرسيك با لا 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 الله اعلم يا ودي شيء هو يعرف هو يعرف لا 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 اعطيه لي فما هكا فما نغمات يعرف اعطيني النغمات اللي تهب اللي يستوي فيها تقدميين مع محافظين رجال نساء اولاد كبار كذا ريف مدينه طبع الأولاني يسمى المغراوي هذا الله 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 أنا شوي Thank you.
البال جاري رد البال رد البال اللي فيها تحية كبيرة لطفي العميري صديقنا في الوقت هذا تحية لطفي زاد تحية لطفي يحبك ولا يحب لطفي برشا من أغرب نسمات لأني أنا أتقن عزف الزكرة بالقرقني انك تكون مروحه ما بين الناي وبين المزود انا ما ليش حاجه غريبه هذا تبناه هذه المشروع هذا موسيقيا وشعريا تبناه انا حوار بين المزود والناي معناتها حاجه غريبه اول لا مره نسمعها خلينا تبقى مع بعض وانا نحب تحيه لكل فنان يعني يمتحن هذه وخاصه الى طباله قرقنا زي لازم نحكي عليهم اللي عندهم حاجه نغمه نبي تحيه ايضا للايام الجامعيه الموسيقيه في سفاح زاده والله اسمع تحية ليهم اللي يستضيفوا في مجموعة من الفنانين كما أميمة خليل على اسم أميمة خليل كانت باش تنزل ضيف علينا لكن تعذر إن شاء الله في غادي إن شاء الله إن شاء الله نحاولوا نكونوا غاديين نحاول باش نكون اللي يسمعوا فينا في صفاقس ولا حتى في تونس كاملة الأيام الجامعية الموسيقية تحية سي محمد بن حمودة طبعا طبعا ولكل المشرفين والمؤرخ والدكتور وحيد المكني زادة تحية ليهم هكا وصلنا لآخر المطاف بالنسبة لبلا مارا باش نودعوكم على صوت حامد في التونسي توا من التونسي بتاع المزود التونسي زادة بتاع ظهرني بابا الهادي جويلي توا نحطوها نسمعوها وكهو على الرغم على الانغام هذه اعزائي المشاهدين نقول لكم ان شاء الله استمتعتوا معنا في الحلقه الثانيه هذه من بلا مارا هذا برنامج سيد كامل فريق البرنامج يقول لكم تصبحوا على خير ميرسي بوكو باي باي برافو فوالا قداش تحبوني تشجعوا يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي يحبك انتي